النهارده النص الانجيلي، النص الانجيلي اللي هو تقريبا ادينا كذا حد، والحد اللي جاي يمكن تقريبا بيتكلم عن انجيل ربنا يسوع المسيح لقديس يوحنا الاصحاح السادس. الاصحاح السادس، والاصحاح السادس ده في انجيل ربنا يسوع المسيح لقديس يوحنا لحاجة مهمة جدا في الحياة المسيحية بالنسبة لنا. الحياة المسيحية بالنسبة لنا، هنلاقي الانجيل اللي هو سمعناه دلوقتي هو عبارة عن يسوع المسيح عمل معجزة الخمس خبزات وسمكتين، يعني هي واضحة ومعروفة لنا كلنا وحافظينها، يعني حافظينها. هنلاقي المعجزة دي موجودة في الأربع أناجيل، هنلاقيها موجودة في إنجيل متى مرقس لوقا ويوحنا. بس النهاردة اللي سمعناه ده سمعناه من إنجيل القديس يوحنا، وخاصة إنه الإنجيل القديس يوحنا بيتكلم بشكل عميق أكتر، لاهوتي، لاهوتي أكتر، روحه أكتر، وبعدين بيربط الأحداث ببعضيها. يعني مثلا النهاردة الإنجيل إزاي بيكون التسلسل بتاعه في الشرح اللي هو الروحي أو الرمزي البسيط اللي احنا لازم نعرفه ونفهمه. يعني أولا هو يسوع كان على جبل بيعلم الناس، وكلمة إنه على جبل يعني معناها ده موضوع إنه كأنه منبر. هو الجبل في الكتاب المقدس هو المنبر اللي بيوعظ عليه مين؟ الرب يسوع. يعني قاعد على الجبل وبيعلم الناس، يعني معناها هو على منبر تعليم، يعني هو بيعلم. أي تعليم بيعلمه؟ تعليم الرب يسوع المسيح هو تعليم سماوي، تعليم سماوي. والجبل كمان بيرمز للسماويات، يعني حاجة المرتفعة دايما. إيه الحاجة المرتفعة اللي هي فيها ارتقاء؟ الجبل. فده بيرمز للسماويات، يعني الرب يسوع قاعد على المنبر اللي هو جبل في السماويات، وبعدين بيقول إيه؟ كلام إلهي. كلام إلهي لمين؟ للناس اللي هي موجودة. يسوع هو اللي كل بيعمله في شخصيته أو في حياته الإلهية إنه بيجذب الناس، جذب الناس، جذب الناس ليه؟ هم محتاجين، بالمعنى ده هم جعانين، عطشانين، عطشانين ليه؟ عطشانين لكلام السامي اللي هو كلام مين؟ كلام الرب يسوع المسيح اللي هو الكلام الإلهي، فمحتاجينه، فمحتاجينه. طيب دلوقتي هو حس بعد ما اتكلم كتير وعلمهم، حس إنه الناس دي جعانة عايزة تأكل، فدلوقتي هيعمل معجزة الخمس خبزات وسمكتين. ليه يعمل المعجزة دي؟ عمل المعجزة دي علشان يربط بين حقيقة الموضوع والمعجزة اللي حصلت لما في العهد القديم الله أعطى المن للشعب من خلال مين؟ من خلال موسى. لكن هو دلوقتي بيقول ايه؟ بيقول لا، انا دلوقتي الخبز الحقيقي النازل من السماء، يعني عمق المعجزه اللي احنا نعرفها قديما مع مين؟ مع موسى النبي. بعدين عمل المعجزه دي علشان خاطر عدد كبير موجود من الناس محتاج اشباعه. 5000، هو 5000 عدد ايه في الكتاب المقدس؟ العدد ده يعني معناه لا نهايه، لا نهايه، عدد كبير جدا. يعني معناها انه في يوم من الايام اذا كان النهارده الخمس تلاف انا بعمل لهم كسر الخبز، بعمل لهم معجزه الخمس خبزات وسمكتين، ففي يوم من الايام، في يوم من الايام هيكون في ملايين ومليارات هياكلوا من الجسد الحقيقي اللي هو جسد الرب يسوع المسيح، وخاصه لما يكونوا مؤمنين به. فده عدد كبير، يعني معناه في المستقبل اللي احنا فيه الحاضر دلوقتي اللي موجود ملايين ومليارات من الناس بيؤمنوا بالرب يسوع وبياكلوا من جسد ويتغذوا من جسد، وده المعنى بتاعه. ولكن في المعجزه نلاقي انه كلم مين؟ استعان بفلوبوس، واستعان باندراوس، واستعان بالصبي، الثلاثه دول استعان بهم ليه؟ لانه اولا فلوبوس من نفس المكان بتصيدا، نفس المنطقه بتصيدا، فهو فلوبس عنده الدراية وعارف المكان اللي فيه، اللي فيه أكل عشان يجيبه. فقال منين يا فلوبس احنا نوكل الناس دي؟ نجيب منين أكل؟ لأنه سأل السؤال ده لأنه عارف أنه فلوبس من نفس المكان. ففلوبس قال له
طيب إذا لو يعني المنطقة نفسها ما فيهاش أكل ل 5000 واحد، ما فيش أكل يكفي 5000 واحد، وإذا لو كان فيها أكل لازم نشتري، ولما نشتري هنشتري بكام؟ هنشتري ب 200 دينار. وفين ال 200 دينار عشان نروح نشتري بها أكل نوكل الناس؟ ده معناه إيه؟ نشوف حاجة كده مهمة جدا، إنه يسوع عايز يحطنا في الواقع شوية، نشوف الحاجة اللي إحنا عايزينها وعدد الناس، الحاجة اللي إحنا عايزينها كام؟ نوكل الناس، ما فيش أي حاجة. والناس دي كلها 5000 هنوكلهم إزاي؟ وعايزين 200 دينار، تعرفين 200 دينار معناها إيه؟ العامل في وقت يسوع المسيح لما كان موجود على الأرض، العامل كان بيشتغل بدينار واحد في اليوم. يطلع العامل من البيت يروح شغله، يجي في الآخر يروح الراجل مديله دينار ويقول له اتفضل روح. معناها 200 دينار، 200 دينار يعني في كام؟ في 200 يوم، 200 يوم يعني تقريبا 7 شهور. 7 شهور شغل، يعني معناها انه أجرة عامل واحد لمدة 7 شهور شغل عايز 200 دينار علشان يشتري يوكل الناس دي. خدت بالكم الاحتياج؟ احتياج قاسي شوية، قاسي. ولكن نيجي للحل الثاني، أندراوس. أندراوس قال له على فكرة في هنا صبي معاه كام؟ معاه 5 ترغفة وسمكتين. معاه 5 ترغفة وسمكتين، وبعدين راح مكمل، ولكن هيكفي ازاي الناس دي كلها هدية؟ 5 ترغفة وسمكتين، هيكفي ازاي؟ فإذا دي خطوة كمان إنه بيحاول يحل الموضوع حل جزئي مش كلي، جزئي. فقدم الحل ده إنه في صبي معاه 5 ترغفة وسمكتين، بس إزاي؟ هيكفي الناس اللي قاعدة دي كلها دي إزاي؟ مش هيقدر ياكلوا. وبعدين الصبي نفسه بقى، الصبي نفسه اللي قدم 5 ترغفة وسمكتين، الصبي هو علامة ورمز للشعب الإسرائيلي اللي لسه ما عندوش نضوج في الإيمان، نضج الإيمان لسه. كان الشعب الإسرائيلي لو خدت بالكم في الخروج مع موسى كل شوية تذمر تذمر، مفيش ثقة حقيقية في ربنا، تذمر تذمر، ما عندوش الإيمان الكامل لحضور يسوع المسيح المخلص الآتي لسه، فما عندوش نضوج في الإيمان. فالصبي النهاردة هو علامة أنه هو صغير، يعني معناه عدم نضوج، أنه هو مش ناضج في الإيمان بما هو الكفاية، فعلشان كده هو رمز لشعب إسرائيل. الخمس خبزات هما رمز للخمس الأسفار الخمسة، رمز الخمس أسفار الشريعة. والسمكتين هما بيرمزوا الحاجتين، أولاً بيرمزوا للمزامير والأنبياء، وممكن كمان بيرمزوا لمين؟ لموسى وإيليا، لموسى وإيليا. فمعناها إنه لما يسوع بيعمل معجزة الخمس خبزات وسمكتين، معناها إنه بيحقق الشريعة الأساسية، إنه الشريعة الأساسية، الشريعة القوية، الشريعة اللي لازم الناس يؤمنوا بيها، هو في حياته، في جسده، في جسده اللي هو اللي احنا بنتغذى بيه حالياً دلوقتي. فبعدين عمل المعجزة، الناس كلت شبعت، فاضل عندنا دلوقتي الحاجات الصغيرة اللي زي ده اللي بتفيض، الحاجة الصغيرة اللي بتفيض، سلال، السلة، 12 سلة علشان يجمعوا فيها إيه؟ الكسر. ده معناه إيه؟ معناه كذا حاجة. أولاً معناه إنه فعلاً حقيقة إنه نجمع الكسر الزيادة، معناه إنه الرب يسوع عمل معجزة حقيقية مش وهم وخيال، يعني خلاص سيبوه وهو هيطير وحده مش هيكون موجود، لا، لموا الكسر، اجمعوا الكسر في سلال، يعني معناه إنه فعلاً ده ولا وهم ولا هو سحر، لكن هو فعلاً حقيقة معجزة حقيقية. الناس كلت وشبعت وزاد منها فضلات في الأكل، ده معناه. الحاجة الثانية إنه معناها إنه الرب يسوع بيهتم بأبسط الأمور وأبسط التفاصيل في حياتنا اليومية، الحاجات الصغيرة اللي احنا أحياناً مش بنهتم بيها، هو الرب يسوع المسيح هو بيهتم بيها، فبيهتم بأبسط الأمور. ومعنى بقى الكسر اللي موجودة في السلة، هم 12 سلة، يعني معناها إنه كل تلميذ من تلاميذ يسوع بياخد سلة هي بتاعته هو، والسلة دي فيها اللي هي الكسر اللي فيها كلام الله، كلام الله، يعني معناها إنه التلميذ يحمل السلة، ها،
ويلف في العالم كله يبشر بمين؟ يبشر بكلام الله، يبشر بكلام الله. ده اللي هو التفسير للمعجزة، يعني التفسير الروحي أو التفسير الحرفي شوية للمعجزة، إنه كل حاجة لها رمز ولها علامة. لكن بعد ما يسوع عن هالمعجزة، الناس خطفوا يسوع وعايزين يعملوا ايه؟ يقوموه ملك، ينصبوه ملك، في حد يوكل الناس ببلاش، بيعمل معجزات، بيكتر الخبز، عايزين ايه تاني؟ ده ينفع ملك، ينفع ملك، لو انه يوكل الناس الجعانة، فده اللي ينفع ملك. لكن يسوع هرب منهم وراح للجبل، اختلق كالعادة، كالعادة راح الجبل. وبعدين هو ده الموضوع بقى، ليه موضوع المعجزة كله ده اللي حصل؟ ليه؟ هو ايه الزيادة يعني؟ في كل معجزة من معجزات يسوع المسيح وراها موضوع كبير، موضوع إيماني، موضوع حقيقي يخصه هو كشخص. فالموضوع انه بعدين اتقابل مع الناس وقال لهم أنا هو الخبز الحقيقي النازل من السماء، من يأكلني فله الحياة الأبدية. الخبز الحقيقي هو حياة للعالم، من يأكل جسدي ويشرب دمي فله الحياة الأبدية. في النهاية إنه المعجزة دي أساساً هي هدفها الآية اللي قالها يسوع دلوقتي، أنا هو الخبز الحي النازل من السماء. فهنا دلوقتي الخبز الحي النازل من السماء هو يسوع، هو يسوع مصدر شبعنا، مش المعجزة، لا، يسوع المسيح هو مصدر شبعنا الحقيقي. في واقع الأمر سر الإفخارستية اللي هو موجود دلوقتي بيغذي مليارات من الناس علشان من خلاله يدخلوا الحياة الأبدية، هو ده الغذاء الروحي لينا اللي بيساندنا في حياتنا اليومية. من غير الخبز الحقيقي، الخبز الحي يسوع المسيح، ملناش مساندة في الحياة اليومية اللي احنا عايشينها، ملناش مساندة في الحياة اليومية. فبنعمل ايه؟ يسوع المسيح في سر الإفخارستية بيدينا حياته، يدينا حياته، احنا من خلال سر الإفخارستية جسده ودمه بنتشكل من شخصيته. يعني معناها ان كل واحد فينا بيكون الرب يسوع، معناها كده بيكون يسوع، بيكون يسوع، لانه جسده بيشكل فينا، بيغير فينا، بيخلق فينا شخصية تكون مشابهة لنفس شخصيته هو. فجسده بيكون محيي، هو جسد المحيي، الرب يسوع هو اللي بيحيينا، هو اللي بيحيينا. وفي المقابل احنا بنعمل ايه؟ في المقابل، في المقابل احنا بناخد جسد يسوع، يسوع هو بيحيينا، احنا كمان نكون حياة لغيرنا، حياة للناس اللي حوالينا. لما باخد جسد الرب يسوع المسيح فأنا مسؤول إنه يسوع المسيح يدخل في حياتي وأتشبه بحياته وهو يغذيني وهو يكون حياتي. ففي الواقع مسؤوليتي بتكون أكبر بعدين، مسؤوليتي بتكون أكبر بعدين، إن أنا بكون حياة للناس التانيين من خلال جسد الرب يسوع المسيح اللي غذاني وخلقني وغير في حياتي، غير في شخصيتي، خلاني مشابه للرب يسوع المسيح. إذن النهاردة بنطلب من ربنا كده، نقول له يا رب يسوع المسيح، بما أنك أنت في يوم من الأيام قدرت فعلا تغذي كل الشعب ده بخمس خبزات وسمكتين، يا رب إحنا كمان بنقدم لك عطايانا البسيطة، عطايا بسيطة، إحنا واثقين أنك أنت هتباركها، أنك أنت بتبارك تعب حياتنا. إحنا فعلا ما عندناش ولا حاجة غير حاجات بسيطة في حياتنا بنديها لك، ولك يا ربي أنت كمان البركة الكبيرة في حياتنا. ادينا يا ربي نعمة جسدك ودمك إنه كل العالم يتغذى به ليكون له الحياة الأبدية. آمين.